مرحبا بكم، كيف حالكم؟ نعم، ماذا رسمنا في المحاضرة الماضية؟ صحيح، رسمنا أجنحة. وهل رسمتم أجنحة وأنتم تشعرون أنكم تطيرون في السماء؟ نعم، أتساءل عما سيحدث اليوم أيضا، لذلك ما رأيكم في أن ننطلق معا في رحلة قصتنا؟ الأصدقاء طاروا إلى السماء معا، وهم يطيرون في السماء بحرية. قال السنجاب: السماء مختلفة جدا عن الأرض. وقال الدب: صحيح، الأرض جميلة، ولكن السماء زرقاء وجميلة جدا جدا. وبينما هم يطيرون مجتهدين، حل الليل، وظهر صديق جديد في الليل وقال للأصدقاء وهو يبتسم: أنا القمر الذي يضيء الليل. نعم، اليوم أصدقاؤنا صعدوا إلى السماء وطاروا هناك. ماذا حدث بعد أن طاروا مجتهدين؟ نعم، وهكذا حل الليل، ليل مظلم. ما رأيكم أن نرسم الليل المظلم مع القمر والنجوم؟ هيا نرسم القمر أولاً. أولاً هكذا نجهز الورقة الملونة الصفراء، ثم نرسم فوقها دائرة. نرسم دائرة هكذا، هذا هو القمر. هل نرسم ملامح القمر؟ رسمنا خطاً منحنياً في الأعلى وآخر في الأسفل، هكذا تكون الملامح ضاحكة. والآن هيا نقص صديقنا القمر بشكل جميل. هل قص الدائرة صعب جداً؟ لا تعتقدوا أن هذا صعب يا أصدقائي. اطلب المساعدة من أخيك أو أختك، وإذا تدربنا على استخدام المقص سنتعلم بسرعة. قصصناها هكذا، والآن نضع الصمغ من الناحية الخلفية ونلصقها. أولاً نزيل غطاء الصمغ ونخرجه، ثم نضعه على الورقة. بعد ذلك نقلبها ثم نلصقها هكذا، ونضع صمغاً مرة أخرى على الجزء الذي لم يتم لصقه، ثم نلصقه جيداً. بعد ذلك نرسم النجوم حوله. كيف سنرسم النجوم؟ هيا نرسمها بألوان الشمع والألوان المائية. أولاً لون الشمع الأبيض على شكل دائري صغير في الأعلى، هكذا يمكن أن نقول عنها نقطة. نرسم نجماً كبيراً وصغيراً، ثم كبيراً وصغيراً كثيراً هكذا. يا سلام، إنه اللون الأبيض، ولكنه مضيء جدا فوق الورقة السوداء، إنه رائع. رائع، بعد ذلك هيا نرسم نجوما باللون الأصفر.
لأن الورقة غامقة، عندما نرسم بلون فاتح سيكون واضحا جدا، ونرسم نجوما باللون الأصفر كذلك. والآن هذه المرة مثل المرة السابقة، نضع الإصبع في الألوان المائية ثم نلون. نضع الإصبع في اللون الأبيض ثم نلون النجوم هكذا. هل تذكرون عندما لوننا أوراق الشجر؟ هيا لونوا مثلها الآن. أوراق الشجر كانت جميلة، ولكن هذه المرة رائعة أيضا. ثم نلون باللون الأصفر. هيا نلون النجوم المضيئة الكبيرة والصغيرة كما نريد. يا سلام! عندما كان القمر وحيدا كان يشعر بالملل، ولكن مع النجوم أصبح الليل المظلم مضيئا. هيا يا أصدقائي، أرسم القمر والنجوم في الليل المظلم. نعم، هكذا اكتمل كل شيء. ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ سماء الليل كانت رائعة حقا. نعم يا أصدقاء، لنرسم سماء الليل بجمال ونصبح أصدقاء، ولذلك لن نخاف من الليل المظلم. تطلعوا إلى المحاضرة القادمة يا أعزائي. إلى اللقاء.